أهلا وسهلا. وهالحضرة مش لكل الناس، بس شو ذنب هالأطفال تخلق ومع سرطان؟ مش من الله، أنا السبب. هالأم الحامل كل نهار قاعدة على التلفزيون وعم ما عم تعرفي شو عم تاكلي، وهالبي اللي منه بي، لا بي فيه ولا أم بها، خلص راحت العيلة وجت العلة. في حل؟ في واحد من شي فترة طويلة، حوالي 50 أو 100 سنة هيك شي، اسمه ال اي ايمان. كان يشتغل بالاير فورس بامريكا وهيك، يعني بايلوت كان هيك شي، طيارجي هيك شي. فصار معاه حادث، و صار معاه حادث وصار في عنده تضرر جسدي كثير منه بسبب الموضوع، والاطباء قالوا انه خلص، يعني انه ما فيك تشتغل، انتهى الموضوع، يعني خلص بتقعد بالبيت بتقاعد بتاخذ راتب تقاعد وانتهى هيك. بس هو خلص ما قبل، راح على بهالبيت وهيك، لكن قال بدي اعالج المشكله اللي موجوده عندي، ولانها اضرار زي كسر او هيك، يعني كيف فيلم بيسفول وورير يلي صار معه حادث سير كان قوي كثير تضرر جسمه بشكل قالوا له ما فيك تلعب رياضه، خلص ما بتقدر تلعبها بعد اليوم، انتهى الموضوع. ف قال لك لا، ما الا ما يكون في شيء. فبلش يشتغل، بلش يشتغل على حاله، ينتبه كذا هيك، بعدين وصل لشيء وطلع بالاخير صار في عنده علم اسمه بايو سيركتس. مبداه كيف شغل رايخ، انا عم بحكي هاي لانه في نقطه مهمه كثير بدي اوصل لها. حكينا كثير على شغل رايخ، وحكينا كيف كان يعالج المشاكل الموجوده عند البشر وشو هالشغلات اللي موجوده عندنا. وصل لهالبايو سيركت شبيهة كتير بنفس الطريقة. كيف كان يسوي؟ يقعد يقول لك يقعد على هالسرير أو على 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 يقعد يعمل ريلاكسيشن، يرتاح يسترخي، وبعدين يبلش يمشي من أصابع الرجلين لتحت لفوق، وهو هيك ما يتحرك، هيك مسترخي من أصابع الرجلين، يطلع فيهم واحدة ورا الثانية، يشوف مرتخيين 100%، مرتخيين كويس، يطلع سنتيمتر لفوق مرتخي، ايه مرتخي، يطلع سنتيمتر مرتخي، في شد هون، هالنقطة هاي فيها شد، ليش شادة؟ ليه ما عم ترتخي؟ ارتخي، وين المشكلة؟ ارتخي هيك مثل هيك 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 هيك، بعدين يلقط ذاكرة، يلقط شيء معين، ترتخي، يرتاح، يكمل سنتيمتر لفوق، يطلع يمشي بالجسم من تحت لفوق، وين في شد يرخي، وين في شد يرخي، وكل شد بيحمل الذاكرة وبتطلع. يعني كثير في ناس هلا مثلا يكون في عندهم الكتف شادد، ما بلزم، بس انا بس تمسك تقول له، بكون شادد صار له 10 سنين عنده شد بهالكتف، بتمسكه بتقول له انه لحظة شوي، ليش هاي؟ ليش شادد؟ شادد من وين جاي؟ ليش شادة؟ اسأل السؤال، ليش شادة؟ بتيجي ذاكرة، بيعرف وين بلشت، مجرد ما يعرف رخت، راحت المشكلة. فالمهم رايخ كان يركز كثير على هذا الموضوع، هو طبعا كان علمه كثير فظيع اللي هو بدخل فيه الأورجون وهذا، انه كيف شو ربط هاي بهاي، وحكينا عنه. بس النقطة يلي بدي أوصل لإلها، والأوشو لما بلش، وكل الناس يلي بهالطريق، وكل الناس يلي مشيوا بالحقيقة نفس الشيء، وين في عندك شد ارخيه، وين في عندك غضب طلعه، وين في عندك شد ارخي، وين في عندك غضب طلعه، بتنضف 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 بتنضف، بينضف الجسم. ومشيت هالطريق واحنا عم نجرب وكلنا عم نختبر على حالنا وكذا من هذا الكلام. بعدين انتبهت على شغله، يا عمي في شيء على راس هذا الكلام، ما بيكفي، في شيء، لانه نظفت، فرضا في عندك غضب بسبب شخص، اشخاص، بسبب شيء، بسبب كذا، في شيء موجود. نظفت، عملت الدايناميك، غسلته، في شد، شلت الشد، رخيت كذا من هذا الكلام، راحت، روعة، عايش في جنة ومبسوط، لكن قابلت هالأشخاص، ردت رجعت.
يعني اوكي مو مشكله بدي اتعلم، ليش ليش اجت، ليش موجوده، شو السبب، كيف انظف، كيف هيك، ارجع تامل 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 تامل، ارتخت راحت، رجعت قابلت ردت رجعت. ومرات مش من نفس الاشخاص، مرات اي شخص بيمثل هذا الاشخاص، يعني ممكن تكون بالشارع تقابل شخص كذا هيك هيك هيك، يكون بيشبه بالشكل، بيشبه بالتصرفات، لشيء فيه ذاكره ترد بترجع. شو هالاختبار، شو هالشيء، عملنا دايناميك، عملنا كذا، عملنا كذا، عملنا كذا، عملنا كذا، لكن على راس، على راس هالتنظيف. يعني لو ما عملت التنظيف، لو ما عملت الدايناميك، لو ما عملت الشد والارتخاء، لازم اعمله، بس لو ما عملته، على راسهم شغله يلي هي فورجيفنس. يا الله، فورجيفنس، بدي اتعلم كيف اسامح. هالشيء ما بلزمني اطلع اعمل دايناميك واصيح وإن انا زعلان وغضبان وكذا وهيك، اذا قدرت اسامح، اذا هالقلب خلاص I forgive you، سامحتك خلاص ما عاد في شيء، I forgive you 100% خلاص ما عاد ما عاد I forgive you. مانترا بحكيها 24 ساعه بضلني قاعد اردد فيها. بعدين شيء عجيب، لانه I forgive you، وانت 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 وانت، بعدين بتصير تمشي بالشارع بتشوف اشخاص ما بتعرفهم، I forgive you كمان، ليش؟ لانك انت نظرتك اللي طلعت فيه ذكرتني بشيء تضايقت بسببه، I forgive you، مع انه ما عمل لي شيء، لكن هالمسامحه، هالمسامحه انه خلص شو ما صار، I forgive. I forgive. I forgive. I forgive. I forgive. I forgive. شو ما كان شو ما كان، هي على راس هالعلاج يلي بده خلص يشيل هالمشاكل يلي موجوده. يا حبيبي غفران، غفران، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، من هينة أبدا. أنا بسامح بس ما بنسى، بضلني بعرف إنه هيدا حرامي وهيدا كذاب وهيدا بالأخلي وهيدا هيك وهيدا هيك، ما بوقع بالحفرة مرتين، بس ما بدي وقع، بس إنه ما بتعامل معهم، شفت كيف؟ برجع بقول لا سامحي، لأنه لو ما عمل وكذب ونافق وهيك ما تعلمت. هيك هو قال له منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب، وبسبب انا جيت على حياتي وانا رجعت على لبنان وفكرت حالي عايشه بجماعه، وصرت افكر انه يلا معلش انتوا 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 ساعدوا، بعدين شفت كلهم كذابين. الصادق رجع على امريكا وقال لي ارجع، قلت له لا بدي ضل بجهنم ولاقي الالوهيه بجهنم، هون المقدره. بس طول ما في مسامحه، طول ما في هالغفران موجود 100% وعلى كل الناس، ما بتصدقوا يلي بيمشي فيها بيشوف شيء عجيب، انه زي ما بقول اشخاص ما بعرفهم، اشخاص ما بعرفهم بتشوفهم، او اشخاص هلا قابلته سلمت عليه خلص بتحس انه صار في شد هون، اي فورجيف يو ريليس، ما عمل لك شيء لكن ذكرك بشيء، بحاجه احنا لهذا الشيء. مر علي اشخاص كثير، لانه عملنا كثير دايناميك، عملنا كثير ثيرابيز، عملنا كثير من هاي الامور، انواع من التامل ومن التأمل الانتفاضه حتى ومن كل هول. انظف 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 اشيل كل هالمشاكل، بنام وبقوم الصبح بنظفهم، وبالنهار قبل ما نام كمان بنظف، خلي هالحية تطلع. طرق كتير للتأمل، ما تروحوا لمطرح، بالكتب موجودين كذابين كل اللي عم بيعلموا خصوصي بلبنان. اللي بياخد مصاري بتعرف انه كذاب. ابدا كذابين. ما حدا تعجب هالشيء. ف هالاشخاص يكون عندهم كتير كتير غضب، كتير هيك هيك هيك، ومزبوط قلنا كتير ومزبوط، بس هاي على راسها. إنه الغضب يلي موجود بس أنظفه، بس أشيل هالغضب، بس أعبر عن هالغضب طبعاً لوحدي بدون ما أزعج حد، راحت هالمشكلة. هلا هالأشخاص يلي كانوا عم يجوا بنظفوا 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 بنظفوا، بيرجعوا المرة الثانية بعده موجود، المرة الثالثة بعده موجود، الرابعة بعده موجود، إيش هذا؟ شو هالغضب يلي كتير موجود؟ وفي ناس بيقعدوا سنين وسنين وبعده عم بنظف وبعده عم يصيح وبعده عم هيك، يا عمي شو القصة؟ القصة إني ماسكها، ما عندي فورجيفنس، ما سمحت. بعد ما ماسكها طبعاً بضل في عندك هيك، على راسها إني أسامح. كل هالاشخاص شو ما عملوا فيه شو ما سووا خلص ريسبكت هالانسان وسامحت راحت المشكله. فورجيف ايفريبادي، هالرحمه هالكومباشن فورجيفنس. مره عملنا دوره بامريكا لإلي مش لإلك عن الفورجيفنس، واجت مره مشلوله هيك على الكراج، وحطيت بفكري انه بدها تمشي، قلت لازم تمشي هيك بطريقه من الطرق، كلنا عم نساعد بعضنا وكل واحد يقول انا امي هيك وبيي هيك وهيدا عمل فيي هيك وجوزي وكل كل كل واحد كل واحد يستفرغ 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 يستفرغ. انا قلت هالباب رح يضل مفتوح. طلعت هي باجريها وطلعت بالباب ومشيت، ما حدا صرخ، ما حدا قال شيء، مشيت تركوها. قمت انا شلت الكراجه الكرسي تبعها وحطيتها بعيد ومشيت برمت حول البيت واجيت
دغري هني نحن قاعدين على الأرض حطوا مطرح فاضي، اجت وقعدت. ما حدا قال كنتي مشلولة أو وقفتي أو شيء أبدا. رجعت قامت مشيت رحت على الحمام واجت. قلنا قوم تنتمشى يلي بيقدر يمشي. قامت ومشيت معنا. وبعدين قالت رح قلكم سامحت جوزها وسامحت ولادها اللي إلا زمان تركته، وما شفنا إلا جوزها وولادها إجوا وهن من أصحاب مستشفى كبير، وكانت هي معه كمان ممرضة وشافت شو عم بيعمل بالناس. قالت له أنا ما بقبل هيك. إجي هالشلل قعدت بالبيت. إجت لعندي مشلولة وقال لها رح سكر المستشفى. بس سامحت راحت. المشكلة هي على راس كل شيء اني هل فورجيفنس بدي اسامح، ما بخلي بقلبي شيء، ويلي بيسامح مش للشخص يلي قدامك، يعمل يلي بده اياه، بس لما اسامح لنفسي انا هالمسامحة لكل شيء، لكل البشر، لكل شيء، اي شيء بذكرني اي شيء كذا خلص. I forgive you، انتهى الموضوع. Forgive. Forgive. Forget. For. هالشد يلي موجود فورا ارتخى. بصير في تراست. بيصير في خلص. مشان هيك بقلت بترتاح. قال له أريحنا يا بلال. هالراحة عملتنا هارموني تناغم مع الكرة الأرضية مع الكواكب كلها وهالعالم هالوجود فينا من ولا بالكتاب ولا شي هون. وين ما كان أينما توليتم فتم وجه الله. فتش وين ما في الله. قال له كنت فتش وين في الله. لا فتش وين ما في الله. هالألوهية فينا بالمريض وبالعدو. أكبر عدو قال له هو بين الضوعة كون أنمي إز إنمي. هذا الجهل. إنسان عدو ما يجهل. بدأ قوة بدأ قوة. حتى الحبيب اللي قتله عمه قال له أنا أسلمت وهيك. قال له بسامحك بس إن من حقي إني ما بحب شوفك. نرجع نعيش إحساسنا. هند يلي قالت له هالقد عندك غضب سامح. قتلت له أكلة الكبد. يعني كلنا عنا غضب بس من حيوات من مشاكل من هيك كلنا إياه. بس لما أسامح خلاص ما بعد شيء. وانت بتسامحوا وانا بسامح بنتي واختي وخيي وانت بتسامحهم وهو بتسامح. ما بيقبلونا هيدا دورهم. وسامحهم لانه ما قبلوا. نعم. ما يكون في بقلبي ولا شيء. انا لاهلي لبنتي لكلهم. منا بنتي يعني اهل بالطريق كلنا. بسببكم انا وصلت لهاللحظه اللي انا فيها. بشكركم. لو ما كنت ما تعرفت على اهل البيت يلي حدي جوانحي. كنت بقيت بهالمجتمع عجقة وصرصرة وحديث وجلق وطلق. ما فيني اطلع من البيت. عنا هي كبسة زر. وعنا منتواصل مع بعضنا يعني. بس والله بيرزقك الصادق الله بيرزقه. حطوا صدقاتكم وزكاتكم في بيت الله. من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. قريبا إن شاء الله يكون عنا أرض ومنشكرك. بقلبي انت وبيك وجدك عبد الله الهاشمي احلى لقب كله خادم الحرمين. كل واحد اسمه عبد الله. كل انسان خادم الحرمين. اذا بالاردن ما بده يكون عندنا بيت الله وين راح يكون؟ المسيح مرأة كل الانبياء في كثير اولياء موجودين بالاردن. بنكون بحمايه الله وحمايه باعتمادك يا رب في نهر الأردن. أمنا الأرض بلاد الشام واليمن. الأردن بالنص ما هي هي اللي جامعة الطرفين. الله يقوي كل الشعوب العربية. يعني هلأ عم نمر باختبار والوعي هو المفتاح. سوريا يعني كلنا بندعي لهالبلد لهالشعب لهالناس إنه انتبهوا على الفتنة اللي عم بتمروا فيها. فتنة كتير 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 قوية اللي عم بيصير فيها بسوريا. بحمد الله وإن شاء الله دايما هيك الأردن بيرفعوا الراس. عندنا ضغط كتير وعندنا صعب كتير الحالة المادية يعني مع الارتفاع وكذا. والحق مش علينا طبعا. الحق أكيد على كل الناس إنه كل واحد لازم يعمل his best. لكن انتبهوا إنه هالدول اللي بتسمي حالها إسلامية يا عبي شومي اللي بترولها بيطلع ببلاش لأمريكا وإسرائيل. وما في إشي اسمه إسرائيل. وبيجي للعرب بمصاري وبإذلال كمان. يا عبي الشوم عليكم الحق عليكم. انتوا بتتحملوا هالمسؤوليه هالذنب عليكم. بشخير المطل بدنا ندفع ونحن بنزقف الكون وبننتخبكم. يا عار العالم وجها لوجه قولوا الحقيقه.
جهل الجهلاء من تقصير العلماء. أنا فت عبيوتكم من باب المطبخ، طلعت من بيت بالآخ عليكم. بالأردن كل البطانة منا صالحة، طالحة حوالي كل الأمراء والملوك وكذا. يا عار العالم، يا عار العالم، بطلبها منك نازك الحريري، ابنك وابني واحد يعني. أنت شفتي إشارات اللي بتهدي الاقتصاد العالمي يا مريم. رفيق الحريري، عندك تلفزيون، حطوا ساعة لله بمحطاتكم كلها، بنجي ماشي وما بدي شي منكم. الله بيرزق، اعطوني الحرية اللي موجودة هون، أوقات بيعملوا بيب 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 يعني، بس ما بتكون من هون، ما أدري منين بتكون، من غير مطرح، بس عار العالم محطاتنا 24 ساعة بخدمة عزرائيل. بالأردن ما بنقبل أبدا يجي شخص يصير يكون في إذلال أو يكون في كذا. يعني مثلا بالدول الخليجيه وشي مثل هيك بيعرفوا، ما في، ما بيحكوا ولا كلمه، بيجوا من الدول العربيه من هون من هون بيعملوا فيهم يلي بدهم اياه، من الاردن ما بيقدروا يحكوا ولا كلمه معهم. بيعرف لو انا بحاجه هالعمل حاجه ماسه، اذا بتحكي معي كلمه ما انا مناسبه عليك وعلى شغلك ما بدي شيء، بطلع خلص ما في، ببهدل وبمسح الارض فيه. لو مش بحاجه مالك ما بدي منك شيء. الحمد لله شيء بيرفع بعدك بس. حي بقلوبنا ملك حسين، وقت اللي خبروه شو بتعمل فيك المكانات وهيك وهيك، قالوا انا بتشيلها من الاردن ومن كل الام العربيه. قالوا له من الاردن في، بس من الام العربيه لا. قالوا انا عربي ومن كل الام العربيه بدي اشيلها. قالوا له ما بتقدر ولو كنت ملك، لانه اللي حاكمه هي الاف دي اي، بس انت فهمت فيها وعرفت فيها، بس ببلدك فيك تشيلها عن المطار والمحلات، موجودة بالمطارات، موجودة بالسوبر ماركت، موجودة في عنا سوبر ماركت بلبنان بياخدك وبتشوفه لواحد كويتي. الموسيقى اللي بيحطوها وهيك وهيك، أخذت له واحد على جنب قلت له منك محفظ؟ قال لي مبلا زبير زبير. كيف عرفته؟ قلت له هاي الموسيقى بتعمل هيك وإيدك بردين. قال لي إيه، بس وصلت اشتغل هون صار فيي هيك. غيروا الموسيقى اللي عم بتحطوها، السيارات المفحمة السوداء، عوانيتكم سود، انتبهوا. ولا حياتنا كلها نقاش، نعم، وقبر متر قماش ونقاش. نجحي قال له اعمل لي الكفن تبعي، عملوا له الكفن نجحي. قال له وين الجايبة ولا؟ قال له هديك ما في جايبة، رايح تاركهم كلهم هون. فإذا نطلب من الأردن ومن كل بلاد العرب على القليلة شيلوا سبب هالسرطان اللي عم نحطه بالإنسان بهالمكانات كلها، بالمطارات، بالسوبر ماركت، بالمستوصفات المجانية بيعملك فحص لصدرك وبعد 6-7 أشهر لو ما عملنا الفحص ما اكتشفنا عندك سرطان، ميرسي دكتور. بيعمل لها فحص ببلاش تيطلع رئيس تيطلع وزير. كل الدراسات بتفرجي انه الفحص بيزيد نسبة السرطان. نعم. بسبب الأشعة يلي عم يحطوها. ف لايف انرجي، لايف انرجي نفس اللي كلنا عم نقول عليه، لايف انرجي. كيف في بنتبه بالضبط هالطاقة كيف ماشي بالجسم، وين واقفة وين ماشي، وبصححها بترجع التوازن. نفس الشيء، وين هي طاقة الحياة؟ شو عملنا فيها؟ وين صارت؟ بهالدراما اللي عم بتحطوها على المحطات المنحطة، بهالمسلسلات اللي عم بتسلسلوا حالكم فيها يا عار العالم، أبدا ما في ولا أي مؤسسة إنسانية. سألوني بلكن ولا مؤسسة إنسانية اشتغلت فيهم وبالملايين دفعتوا بالمليارات، كلهم كذابين بيشحدوا وبيقول لك عم نعمل هيك وعم نعمل هيك. ما رح سميهم حس بيعملوا بيب بيب بلا اخلاق وبلا ما في ابدا. راحوا كلهم، جيب لي انسان، ما بدي مؤسسات انسانيه، بدي انسان، ما بدي لبنان، بدي انسان، ما في لبنان، جيب لي انسان. بعده لهلا ديوجين حامل قنديله وعم بفتش على انسان، وانا هيك حامل قنديله وعم بفتش على شي 10 بهالثلاثه مليار مسلم، وما بدنا مصاري، مليارات تحت صرميتي، وبعتذر من صرميتي، وهو عربي. الله يقويهم، يعني اهل سوريا هلا الله يقويكم، انه شيلوا هالفتنه وحطوا ايديكم بين بعض. كلمه سني شيعي علوي ما بعرف شيلوها من الخارطه، هاي هي الفتنه اللي عم يستعملوها. انتبهوا انه الحكومات اللي بتمثل الاسلام هي اكبر عميل لامريكا واسرائيل، وبينما
يعني ما في حكومة كاملة وأكيد في مشاكل لازم تنحل، لكن حكومتكم الوحيدة يلي عم تدعم فلسطين، الوحيدة يلي واقفة في وجه إسرائيل بين الدول العربية للأسف. انتبهوا، هذا في الميزان بينزل. سوريا ما عليها دين، بالميزان بينزل. عزيزين ما لازمكم شيء، عندكم صناعات، بالميزان هذا موجود. صلحوا ويكون في رحمة، يكون في رحمة. يعني حتى هالحاكم لو ظلم كثير، لما نشيل هالحاكم باحترامه برحمة، وأخطأ بسببي لأنه أنا كنت ساكت، لكن مش بالطريقة يلي عم بتصير. كل هالضحايا اللي عم بتروح كلها من أهلنا وقرايبنا، والشرطي يلي عم يدافع عن البلد عن الأرض، يعني لو إجا حرامي على البيت بتروح بتنادي الشرطي، أنت عم بتهاجم الشرطي هلا على أساس إنه هو الحكومة؟ كيف صارت هاي؟ ابن عمي وأخوي، ما هو هاي مؤامرة هلا كل أمة العرب، بس يفوتوا على المغرب بدهم ياخذوا موريتانيا، بس يفوتوا على الأردن كلها بالأردن. شوفي مريم، بلشت بلاد الشام والنيل كلها لإسرائيل، من كل وين بدهم ياخذوها. بلشت ما بتضاين، بلشوا قناة الفتنة وقناة الفضيحة العربية بسببنا، بلش يحطوا على أساس تيعملوا فتنة بالأردن من هذا الكلام، وإحنا قاعدين بالبيوت نفس الشيء. ما هي الأردن صغيرة كتير، فمنشوف على التلفزيون إنه في شغب وفي تكسير وفي هيك. يا عمي وين؟ ما هي جمنا هذا، بنحكي تليفون إنه وين في شيء؟ شو الجواب؟ هذا اللي عم يحطوا فتنة بقنوات القنوات العربية، وواشنطن بلشت تحكي إنه بدنا نغير حكومة من هذا الكلام. ما بنوقع بالفخ، إحنا إيدينا بإيد بعض، ما عبرنا من فيك، وأهلي وقريبي والملك وشو ما كان مين ما كان، كلنا أهل واحد. أيوة. والغلط بإيدينا كلياتنا بنصلحه إذا كان في سواء فسادات أو شو ما كان. المهم نحكي تليفون نقول لهم إنه شو عم بيصير، وين في مزبوط في تكسير وهيك. الشعب يقول الشرطة ما إلها علاقة، إحنا مع الشرطة واقفين. يلي بيكسر سيارة يلي بيكسر شباك بنكسر رجله، هاي مال عام ومال ناس، وإحنا كلنا إخوان وقرايب، ما فيها هيك. لازم تكون بكل بلد كل عربي بلد. الأخوة عم تقتل بعض وبعدنا قايين وهبيل. ما كنا هيك بالضيعة يا أخوتي. كانت أمي إذا بتعوز شي بتصرخ صوت وبتجي شهيدي لعند أمي بتولدها. في عوني، كان كل الناس تعاون، صار عوني حزب بيتفق مع المسلم بيتفق مع المسيحي. وين المصاري؟ بس ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فينا نعيش بقليل ماديا يا أخوتي وبلا مال، بس ما بقى ترموا مجوهراتكم للخنازير. اجيت وحدي لعندي لبس سرمية ب$6,000، اعطيتها كتاب قال اقرأ واذا عجبها تشتري. ويك اب يا عرب، انت قيمتك بالسرمية وانت راكد ورا الحرمية اللي لابسها السرمية؟ ابدا ما بقى في كلمة مجانا نشيلوها. الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم، الوحيدة بهالامة العرب هالمرة، كل ما املك وحياتي وكلها، لأن عشت بجماعات. شو عم تعملوا؟ الجماعة بدنا نلاقيها، والأرض موجودة والمال موجود، بدنا الجماعة. مين منكم بحب يكون بجماعة مش جاي يقضي وقتي معي؟ تلفنت لي وحدة إنه بدها تعيش معي وبتاع، سكرت لها حشتها. بدي ناس إذا عشتي معي أسبوع ترجعي تروحي تغيري هونيك مطرح ما انت. يلا ومعه بدنا تغيير تغير الضمير. سو منركز عليها كثير وكثير، فورجيفنس، المسامحه، الغفران. ما بيصلح اي شيء الا اذا نظفت منها مين مكان كل شخص قديش، سواء تعاون الدين ولا تعاون الكذا ولا هذا. هالشيء اللي حامله بده يكون فيه غفران. لو عملت كل التأملات يلي في الدين، لو عملت كل شيء رح أضلني عن نفس الحفرة إلا لما أقدر خلص. ويلي ما بيسامح ما بيقدر يوثق، وإذا الحياة بلا ثقة ما لها قيمة، خلص بضلني قاعد هيك مثل الموسوس ما في. والثقة الثقة من الله، خلص بتعلم درسي وبرجع بوثق بس بحكمة وبعرف كيف أتصرف، بس بلا ثقة ما في حياة. دائما ما نتأمل، يعني no expectation، لكن في trust، cosmic trust، divine trust، خلص هيك من هالأرض. كيف مثل هالقطة أو هالكلب أو هيك بكون نايم على هالأرض، يعني فرج على هالكلب لما يكون نايم مسترخي، ما في عضلة بجسمه مشدودة، مسترخي بشكل من معقول. هاي الترست، خلص عنده ثقة، عنده قدرة إنه يقعد يسترخي بشكل كامل، خلص موجودة. يعني على رأس كل إشي، نياله اللي عنده شيخ يا أخوتي، اللي ما عنده شيخ شيخه الشيطان. وين هو هالشيخ؟ ليش ساكت؟ المرشد يعني مش شيخ بتاع مسلم مسيحي وين؟
لا المسيح مسيحي ولا محمد مسلم ومحمدي. الإسلام هو الفطرة لتكن مشيئتك. بلشوا هلا عم بيحطوا على الحيطان إنه نحن هيك موحدين، وهذه كلمات بس لا تتعدى اللسان والأذان. حضروا 4 أشرطة حطيناهم سوا بالأردن، ممنوعين لحني على الموقع بالعربي وبصوتي وبشكلي، وتعودتوا علينا خلص. ما بقى تشوفوا قديش عمره وأنا شو لابسه وما بغير ثيابي. خلصنا، طلعوا بالظاهر مش بالمظاهر. السخيف بده مظاهر، الصورة البرواز السخيف. صب بنظف يلي جوا، ما بعود في عندي طائفية، ما بعود في أحزاب، ما بعود في كراهية بين الديانات، ما بعود في ولا إشي، خلص راحت كليا. شلوها كل هالديانات وكل هالمذاهب، كلهم شلوها خلص. قبل كلها وشو كان في؟ أنا ومنيك. والشغلة الثانية هلا قلنا علم المسامحة، على الفورجيفنس. الشغلة الثانية وأظني ها هي مشكلة العرب بشكل خاص، البشر موجودة عندهم لكن الغرب تغلبوا عليها، لكن هاي هي مشكلة العرب بشكل خاص، يلي هي عدم وجود احترام. احترام بكل معنى الكلمة للشخص يلي قدامي مين ما كان، شو ما كان، صغير كبير، طائفة مش طائفة، ذكر أنثى، مين ما كان هالشخص يلي موجود قدامي، احترام لإله، كيانه، شخصيته، الشيء اللي بيعمله صح ولا غلط بغض النظر شو كان رأيه، احترام كامل لهذا الشخص. بشكل خاص الأشخاص يلي بيكون في عندهم خجل اجتماعي كتير، والعرب بشكل عام موجود كتير، لكن بنلاحظ إنه دائما كل واحد حاطط نفسه بمكان الضحية، إنه أنا يعني غضبان من هذا لأنه ما بيعمل هيك، وغضبان من هذا لأنه ما بيعمل هيك، وهذا لأنه عمل هيك، وهذا لأنه عمل هيك، بيفكر نفسه إنه هو الضحية. لكن الحقيقة وين؟ الحقيقة إنه المشكلة إنك أنت ما عم تحترم هالشخص اللي موجود قدامك. تفرج في عينه هالشخص اللي موجود قدامك وخلي هالاحترام كيف يكون ماشي، ومكمل فيها لأنه موضوع كتير مهم. يعني هاي من أهم شيء ممكن. أحلى صورة بعثتوا لي إياها واحد واقف قدام المراية عم يسلم على حاله. بس اليوم احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي.